ابو عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا هذا المدخل من الكافيهات، الجلسه زي ما انت شايف وسعوها صارت 3 متر. عندنا الحمام على اليمين والمطبخ هنا، باقي دولاب صغير فوق يركبونه، وغرفه النوم زي ما طلبنا. طبعا غرفه النوم راح يكون لها شباك هنا بالطول وشباك هنا بالطول. وعبد الرحمن بالنسبه للشباك لو خليته نازل على مستوى الجلسه راح يطلع بشع بصراحه. انا من رايي يرتفع يصير موقعه طبيعي، لان انت عندك اطلاله اوريدي الجلسه، والجامه اللي هنا هذه كلها راح تكون قزازه. فاللي ورا انا اقول تاخذ المقاس الطبيعي، وش رايك؟